بتقول 4/5، أنا برج الثور صح كده ولا 5/4؟ 4/5 أنا برج الثور، وجوزي مش عارفة تاريخ معين بس متسجل في البطاقة 19/3. عايزة أعرف الدنيا ما بيننا إيه. هو 19/3، هو برج الحوت واخد من الحمل، وهي تور. هي 4/5. هي تور بيور. اهو برج التور في الست اهو، وراجل حوت. اوكي. بس هي شخصيتها اقوى لان هو رايح ناحيه الحمل. عارفه لو هو حوت من 1/3 ل 10/3 كان يبقى الشخصيه قويه جدا، وفي تفاهم وفي حاجه رايحه جايه. اوكي. معاملات رايحه جايه سواء عمليا او عاطفيا. لكن هو عشان رايح ناحيه الحمل شويه فبيكبر دماغه. الحمل مش قوي، بس هو بيحب يعني يكبر، ما بيقفش عند حاجه، ما بيحبش المشاكل، ما بيحبش النكد. فعاطفيا طبعا علاقه ناجحه وكويسه، بس هي تهدي اللعب شويه يعني، لان هي رتمها اسرع منه.